أدخلت علينا السرورة بتبسمك يا ابن رسول الله، فداك نفسي لما أراه من اجتماعكم وائتلافكم. ويفرحك ذلك يا أبا عبد الله؟ بلى والله، إن ائتلاف قلوب الأبرار إذا التقوا وإن لم يظهروا التودد بألسنتهم كسرعة اختلاط قطر السماء على مياه الأنهار. ولكننا يا سيدي نرى ذلك عند غيرنا من أهل الملل والأديان. إن بعد ائتلاف قلوب الفجار إذا التقوا وإن أظهروا التودد بألسنتهم كبعد البهائم من التعاطف وإن طال ائتلافها على مدود واحد. ولكن يا سيدي أحيانا نتصنع المودة بيننا ونداري بعضنا بعضا. ليس في ذلك بأس، فالمدارات أمر مطلوب بين المؤمنين، فإن الخلق خلقان أحدهما نية والآخر سجية. وماذا يعني ذلك يا أبا عبد الله؟ السجية هي ما ولدت به من خلق، فالبعض حليم والآخر كثير الصمت وغيرهما كريم. وأما النية فإنك إن لم تجد في نفسك الحلم فتنوي أن تتحلم، وإن وجدت في خلقك الثرثرة فتتعلم الصمت، وإن وجدت في نفسك بخلا فتدرب نفسك على الكرم والتصدق. فأيهما أفضل يا أبا عبد الله؟ صاحب السجية هو مجبول لا يستطيع غيره، وصاحب النية يصبر على الطاعة تصبرا، فهذا أفضل. يا سيدي إنا نرجو أن نكون معك، ولكن تدبير المعاش يمنع بيننا وبينك، ونخاف أن يفوتنا شيء من أمر ديننا. اكتبوا يا مفضل، اكتبوا العلم وتداولوه بينكم، فإنا نتوارث كتبنا عن آبائنا. لكن الناس لا يكتبون إلا القليل منهم. وما شأننا بما يفعل الناس؟ تفضل، إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يكتب، والحسن بن علي عليه السلام كان يكتب، وإن خاف غيرنا من اختلاط الكتاب بالسنة فإنا لا نخاف ذلك، وكيف نخاف ونحن حفظة الدين يا مفضل؟ صدقت يا سيدي. اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا، فالقلب يتكل على الكتابة. ثم بث علمك في إخوانك وأورث كتبك بنيك، فإنه سيأتي على الناس زمان هرج ما يأنسون فيه إلا بكتبهم. علمت أن ولي عهدك كان في مجلسك ثملا. هل شك لك الأولاد معلمهم أم امتدحوه؟ لم تجبني على سؤالي يا أبا مسلمة. أجل، جاءني إلى مجلسي ثملا وطردته دون أن أجرح مشاعره. طردته دون أن تجرح مشاعره؟ أهذا ما قدرك الله عليه؟ وماذا تريدينني أن أفعل؟ أن أجلده أم أسجنه؟ لو كان مسلمة لأقمت عليه الحد. كفاية أم حكيم، فما بي يكفيني. هيئوا أنفسكم للحج، لقد أذنبتم كثيرا هذه السنة وعليكم أن تطهروا، ونعود معا كيوم ولدتنا أمهاتنا. وكيف سيغفر الله لنا وأنت تحضر نفسك لشرب القبر في الحج؟ لقد هيئت الأقفاص للكلاب، سأخذها معي ليكون حجا ممتعا، سيكون عاما لن ينساه الحجاج، سيتحدثون عن القبة في كل أرجاء بلاد المسلمين. بل قد يجد الهاشميون وشيعتهم والخوارج وأنصارهم في هذا حكاية يتندرون بها فيؤلب الناس عليك، وفي هذا ضرر على ملك أمير المؤمنين، ولا نأمن من الناس علينا وعليك، فإن ذلك يغضبهم. ليغضبهم؟ نحن أهل بيت الخلافة والملك، نحن، ولا يهمنا ما يقولون. وإن ثاروا عليك؟ سأمر الحراس بقتلهم فردا فردا. مولاي هل ترى مصلحة في ذلك؟
هل تريد شيئا يا سيدي؟ أرسلت زيدا ليشتري لي حاجة ولكنه تأخر. أتأمرني أن أبحث عنه يا سيدي؟ لا، ابقى في البيت يا أبا يوسف وسأذهب أنا للبحث عنه، وإن لم أجده جئت بحاجتي ولن أتأخر. في أمان الله. في أمان الله يا سيدي. يا طاهرة، يا أم يسوع، هذا ابني قد تغير علي وأراه غير معر لي كما كان من قبل، فأعيده حياضكم حتى أموت مرتاحة. لقد غسلت ثيابك وسأذهب إلى السواد لأشتري شيئا من التمر ثم أبيعه في السوق، فأسألك الدعاء، هل تريدين شيئا؟ أما منك يا بني فلا، إنما أريد من الرب أن يهديك ويكتب لك الخير. شكرا لك يا أمي، في أمان الله. اسمك يا بني؟ منور يا سيدي. ضع ما في يدك. أعلم يا منور أن نظرة الرجل للمرأة سهم من سهام إبليس يصيب به قلبه، واعلم أن المؤمن تقع عينه على محاسن المرأة فيغض الطرف إلا ويزوجه الله من حور العين. لن أعود لمثلها يا سيدي. زينة يا ابنتي، فكري جيدا. الشيخ بالخارج، وإذا عقد القران فلا مجال للتراجع، انتهى كل شيء. وهل عهدتني أتراجع عما أقول؟ وهل عدت أعلم بحال ابنتي لتعلمي جيدا أن حزني على زواجك من طلحة لا يوازيه إلا حزني على وفاة أمك. سيتبدد الحزن مع الوقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. حللتم أهلا ووطئتم سهلا. تفضل يا شيخنا، ابدأ بعقد القران. ابنتي وافقت على خطبتها من ابن عمها طلحة وأنا وكيلها. الفاتحة على نية التوفيق.
أنت؟ لا شيء يا مولاي. إذا ما الأمر؟ أيعقل أن هشاما يختار الوليد أميرا للحج؟ إنه ابن أخي وولي عهدي. أم أنك تريدينني أن أرسل رجلا غيره؟ أنت أكثر من يعرف أنه سكير لا يصحو، لم يصلي يوما أو يصوم، تأكله الألسن وتتناهبه الأقاويل. هذا أمير للحج يا أبا مسلمة؟ ومنذ متى نساء بني أمية يتدخلن في شؤون الحكم والخلافة؟ ألا يوجد في بني أمية من هو خير منه؟ قلت لك إنه ابن أخي وولي عهدي، وله الحق أن يكون أميرا للحج، يتعرف على الناس الذين سيبايعونه. وابنك مسلمة؟ يا أم حكيم، أنا أريد أن أحافظ على ملكي كما فعل آبائي وأجدادي، ومسلمة ليس أهلا له. هذا أمر غير قابل للنقاش. حبيبتي افتحي لي قلبك، فنحن وحدنا في هذا البيت الذي خلى من الرجال. صالحيني يا ابنتي، ما الذي يشغل بالك ويتعبك إلى هذا الحد؟ ليس هناك ما أخفيه عنك، صدقيني، لكنني اليوم قصدت دكان أبي ووقفت أمامه، كأنني اليوم أراه يحترق أمامي، ودت ورائحة جسده المحترق تملأ أنفاسي. يا ابنتي، لقد مضى على ذلك اليوم المشؤوم سنوات وسنوات، وعلينا النسيان. ماذا؟ ننسى؟ تقولين ننسى؟ لا لا والله، ما نسيته ما حييت. هذا رأس المال وهذا الآخر ربح. إن هذا الربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع حتى جاء ربحكم الدينار بدينار؟ كانت السوق شحيحة، فتحالفنا وتعاقدنا على أن لا ننقص متاعنا من ربح الدينار دينارا. سبحان الله، تحلفون على قوم مسلمين ألا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا؟ هذا رأس مالي، وهذا الربح لا حاجة لنا فيه. يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. من أراد التجارة فليتفقه في دينه، ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات. وقد ورد عن أبي عليه السلام، عليه السلام، يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر فيه على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال الله سبحانه: ولا تنسوا الفضل بينكم، تنهد فيه الأشرار وتستذل الأخيار ويبايع المضطرون،
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطرين. ترى ما الذي يقعد جعفر بن محمد عن نصرتنا؟ ألسنا بني عمومته؟ الحسد يا أبا جعفر يريدها لنفسه ولأولاده. لا تقل ذلك يا أبا عبد الله، فما عرفته كان الزاهد العابد العالم وغير طامع في حكم ولا رئاسة. إن لم يكن الحسد والطمع فما هو إذن؟ هو والله الصدر، وهو المحدث من آل محمد، فإن كان لأحد قول فالقول له، ولا يجوز أن تسبقه ثم تطلب نصرته فيما سبقته فيه. كيف وهو الذي جنح للسلم ويرى أن الزمان ليس زمان خروج وثورة، فرأى في العلم ثورته وفي المعرفة سلاحه؟ ألم يترك نصرة عمه زيد وابن عمه يحيى؟ بل نصره بالأخذ بيده والنصح له، فلما لم يجد زيد بدا من الخروج دعا له جعفر وقال: ويل لمن سمع داعيته فلم ينصر، وكان كارها لخروجه. فلا تتهم جعفرا، فإن حان وقت الخروج خرج لله، لا لعصبة ولا لطائفة ولا لعشيرة. وما عساه ينفعنا سؤدده يا سالم، وبنو أمية تعبث في الدين والدنيا وتهدر دماءنا. يا أبا عبد الله، إن لجعفر بن محمد على هذه الأمة حقا لا يدركه كل أحد. عن أي شيء تتحدث يا أخي؟ فلم نر منه شيئا، قابع في بيته، متفرغ لعبادته ومجالسه وأوراده كغيره من أهل السنن والفرائض. بل له فضل في إدخال النور في بيوت المؤمنين وقلوبهم. أنت وهذا ترون المال والسلطان نورا، بينما تعلم جعفر من جده أن العلم في القلوب هو النور الذي يضيء طريقهم إلى بارئهم. كيف يصل الجهال إلى الله بلا توحيد ولا فقه ولا خلق كريم؟ فلينفعكم النور إذن إذا حلقنا بسلطاننا يا جعفري، وهو لنا آت. سألتك تجيبني بصدق؟ ومتى تعودت مني غير ذلك؟ أما زال قلبك معلقا بها؟ لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسيكم. يعني تقر بأن قلبك معه؟ أنت سألتني وطلبت مني الصدق، ولماذا تزوجتني إذن؟ أليس في ذلك خديعة وخيانة؟ أعلم أن الكذب في مثل هذه الأمور أسلم، ولكنني جبلت على قول الصدق ولو فيه نهايتي. صخر، أنا من تزوجتها وتشاركك الحياة بكل ما فيها. ليت الحياة تكون سهلة كما تبدو. اسمعي يا ابنة الكرام، لك مني الوفاء والصدق وما أجنيه لك، فماذا تطلبين أكثر من ذلك؟ روحك، قلبك. أجب.
لكم مرارا وتكرارا، غادروا هذا الحي واتركوا البيت. مالكم ومالي، أنا في حالي وأنتم في حالكم، لا أزاحمكم ولا أضيق عليكم، فاتركوني أعيش مع حفيدتي بسلام كبقية الناس. ما بالك أيها البغل، أو تحسب كل الناس خديجة تضربها وتذلها وهي صامتة صابرة؟ قولي ما تشائين، قولي ما تشائين، سنرى سنرى. لقد أثقلت علي يا أماه، وأنت تعلمين أنني لا أستطيع أن أشتري كل ما تريدين. لا أريد أن أرى ضيفا في المنزل، لقد مللت من أهلك ومعارفك يا أمي، لا أحبهم. عليك أن تمشي وأنت تمسكين بالحائط. لا أستطيع أن أكون معك طوال الوقت وأترك أصدقائي، فأنا بشر وأحب أن أجلس مع الرجال حتى وإن أشرف الليل على المغادرة. يا مريم العذراء، يا يسوع، ارحمني مما أنا فيه، لقد تعبت وأتعبت من حولي، فإما الشفاء أو الموت فكلاهما يريحني. اذهب واتني بكل قطع اللحم التي عندنا. هل أنت على سفر بعيد يا مولاي ولم تخبرني؟ أم أنك لا تريد صحبتي في سفرك؟ يا معتب، هذا بعض ما أنعم الله به علينا، سأوصله لمن هو بحاجة إليه. جعلت فداك يا سيدي، دلني عليهم وأنا أذهب إليهم، ولا تخرج في هذا الليل. لا تذهب مثوبتي بهم ولا تحدث أحدا بما رأيت، قم وأتني بما أمرتك به. السمع والطاعة يا مولاي. جئتك محذرا فقط، إياك إياك والاقتراب من أمي هاشم، وإلا أرديتك قتيلا، فهمت؟
مفضل، كأني بك وقد طالت عليك هذه الليلة انتظارا لما وعدتك. أجل يا مولاي، لقد غلبني الشوق لما ستقوله فيما أخبرتك من شأن الدارية. إن الله تعالى كان ولا شيء قبله، وهو باق ولا نهاية له، فله الحمد على ما ألهمنا والشكر على ما منحنا، فقد خصنا من العلوم بأعلاها ومن المعالي بأسناها، واصطفانا على جميع الخلق بعلمه، وجعلنا مهيمنين عليهم بحكمه. أتأذن لي يا سيدي أن أكتب ما تشرحه؟ فقد أعددت معي ما أكتب فيه. افعل يا مفضل. فكر يا مفضل في هذه الأشياء التي تراها موجودة معدة في العالم من مآربهم، فالتراب للبناء، والحديد للصناعات، والخشب للسفن وغيرها، والحجارة للأرحاء وغيرها، والنحاس للأواني، والذهب والفضة للمعاملة والذخيرة، والحبوب للغذاء، والثمار للتفكه، واللحم للمأكل، والدواب للحمولة، والحطب للتوقد، والرماد للكلس، والرمل للأرض. وكم عسى أن يحصي المحصي من هذا وشبهه. أرأيت لو أن داخلا دخل دارا فنظر إلى خزائن مملوءة من كل ما يحتاج إليه الناس، ورأى كل ما فيها مجموعا معدا لأسباب معروفة، أكان يتوهم أن مثل هذا يكون بالإهمال ومن غير عمد؟ فكيف يستجيز قائل أن يقول هذا من صنع الطبيعة؟ الصدق يجرح أجل، لكنه لا يخيف. ما يخيف في المرء هو كذبه وخداعه. ليته كذب ألف مرة ولم يجبني بما أجاب. لقد قتلني صدقه، وبت في حيرة مميتة. أبقى معه أم أطلب الفراق؟ أجننت يا هند؟ امرأة تحظى برجل كصخر وتفكر بما تفكرين؟ هذا ما يربكم. اقبلي منه وجوده وكرمه ومعشره الطيب. ألم تقولي لي ألف مرة إنك محظوظة بزواجك منه؟ ألم تمدحي رقة كلامه؟ ما الذي تغير؟ دعيه للأيام تنسيه. ليت الأيام تنسيه. ساعدي الأيام عليه، أريه كل جميل، وأبعدي غيرتك ولا تجعليها تفسد عليك حياتك. ما أسهل الكلام مقارنة بما يجول في القلب. أريد قبة مرتفعة 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 مرتفعة. سيدي الأمير، قياس الكعبة معتاد منذ أيام عبد الملك بن مروان رحمه الله. لقد منحني عمي شرف إمارة الحج لهذا العام، ولا أريده إلا أن يكون مميزا تتحدث العامة عنه لسنوات. والله إن قصرت لأسجننك حتى عودتي من الحج. لا تقلق سيدي، سيكون كل شيء كما أمرت. أنت لها، وكما وعدتك بالسجن أعدك بمكافأة مجزية إن أنهيت عملك في وقته ودون تأخير. هيا هيا. أحب أن تملي علي كلام أبي عبد الله بأنسخة، فكلامه في التوحيد بديع فريد. على أن تنسخ الكتاب في بيتي هنا.
لا بأس، سأفعل بإذن الله. خديجة، من ذاك الرجل الذي كان في بيتنا ليلة أمس؟ لا شك أنك تعرفينه. اتق الله يا رجل، كنت نائمة بقربك ولم أعلم إلا منك. إنه الخمر الذي تشربه سلب عقلك. أيتها الساقطة، أقول لك لقد جلس على صدري ووضع سيفه على نحري وتقولين خمر حلم أوهم. لماذا لم تمسك به وتقتله إن كان ما تقوله حقا؟ وتتهمينني بالجبن أيضا؟ لا شك أنه عشيقك وقد تفاجأ بي. لابد أنكما تتفقان على قتلي والهرب معا. فلينتقم الله منك، لينتقم الله منك. ينتقم مني؟ أتساءل عن علة انتقال الإمامة في عقب الحسين دون الحسن عليهما السلام، ما علة ذلك؟ وهل في ذلك فضل للحسين على الحسن عليه السلام؟ وهل في ذلك فرق؟ ألا تجد فرقا إن كانت الإمامة في ذرية الحسن أو الحسين عليهما السلام؟ لو كانا مختلفين لكان للقول بالفرق بين إمامة الذريتين وجه يا مفضل، لكن كلاهما امتداد لصراط أبيهما علي عليه السلام، وصراط أبيهما صراط جدهما محمد صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وآله. هذا الفتى سرق سرة المال. وكيف يسرقها منك فتى في مثل هذا العمر؟ كنت عند بائع الأقمشة فأخرجت السرة لأدفع المال إلى البزاز، فوضعت سرة المال لحظة واحدة على الكرسي حتى أمد يدي للبائع. وهل أعاد لك سرتك من حوزته؟ نعم، بعد يومين. لقد صرف منها دراهم الخبيث. والآن تريد الدراهم؟ بل تقطع يداه، هذا حكم الشرع في السارق. هل سرقت منه السرة؟ قل يا بني، هل سرقت السرة من هذا الرجل؟ ولماذا تسأل؟ عندي من الشهود أكثر من 5 رأوه وهو يسرق. أهلا بك يا فاتنة النساء ويا زينة الحلي والجواهر، نورت هذا البيت البارد بحضورك الدافئ. أتعلمين أنا أنت أفسدت علي حياتي يا طلحة، وأعدك أن أبادلك بالمثل. ماذا أسمع؟ اسمع جيدا، أنت تزوجتني بالإكراه وستعيش معي بالإكراه. وكيف يكون ذلك؟ ربما نجحت وجعلتني زوجة في بيتك، ولكن محال أن تلمس ظفرا مني. اسمعي
ابنة عمي. إن كنت ترين نفسك جميلة الجميلات فأنا أراك أقبح النساء. أجل، ولا تستحقين أن تكوني زوجة لطلح، وأنت أعلم الناس رد الزواج بك. والله لوددت أن أبلغ الثريا وأتقطع قطعة قطعة وأقع حيث أقع ويصلح الله بي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا حدث؟ ما الجديد؟ لقد جمع الكثير من أتباعه في الكوفة. لا تقلق يا وزيري، سينقلبون علي كما انقلبوا على أبائه من قبل. سمعت ولكنني لم أصدق. لا أظن مسلما يفعل فعلته، فإن أطفال المسلمين يجلون الكعبة ويقدسونها، فهل يجرؤ مسلم على تدنيسها بالخمر والكلاب النجسة؟ هل أهم أبا عبد الله شيء؟ ولم تسأل؟ ألا ترى إلى لونه قد تغير وكأنه قد اصفر؟ هذا شأنه وشأن أبائه من قبل. ماذا يعتريه حتى يصفر له؟ سألته ذات مرة عن ذلك فقال إني أريد الوقوف بين يدي ملك عظيم. حق لمثله أن يصفر ويتغير لونه. من يا طلحة؟ أن يكون؟ الحداد صخر. أمتأكد مما تقول؟ أم أنت طامع في المكافأة التي نمنحك إياها؟ أنا لا أطمع إلا في خدمتكم يا مولاي. اسمع يا طلحة، إن كنت صادقا فيما تقول فستكون مكافأتك مضاعفة هذه المرة. مكافأتي يا مولاي أن تتحقق العدالة وأن يأخذ المجرم جزاءه.